فلوس للمدير حسين سواق في النقل العام. ايه قصة الترجمان ببلاش بقى؟ دي حضرتك ده قرار من السيد محافظ القاهرة بفتح 4 عربيات اشتغلوا من جراج التحرير لأرض الترجمان مجانية للمواطنين. الحوار حصل معاك من امتى؟ نعم؟ يعني من الساعة من امتى؟ من امبارح على النهارده؟ البتاع دوت النهارده. التشغيل اول يوم كان النهارده من 6/3 ومن 3/12 دي مواعيد العمل الرسميه. الاقبال كان عامل ازاي بقى؟ مفيش لسه اول يوم ولسه الاجبار الاعلامي حتى مفيش تغطيه اعلاميه، مفيش لسه تغطيه اعلاميه كافيه لتوريج العربيات دي شغاله او مش شغاله. تقريبا محدش ركب معاك النهارده. لا يعني ضعيف لان مفيش لسه، بقول لك مفيش ترويج اعلامي للعربيه. هو القرار نزل اتنفذ يعني القرار نزل يوم 30 اتنفذ يوم 1/6. هيقعد قد ايه بقى الحكايه دي؟ ان شاء الله بتعليمات من المحافظ ان شاء الله بسبب مستديمه. دي تعليمات على طول السيد دكتور المحافظ. طب انت لما رحت الاسعاف عند كوبري الجلاء كده قلت للناس الترجمان عند دار القضاء العام قلت للناس رمسيس الترجمان مجانا شتموه قالوا لي امشي يا مجنون يا ابن المجنون. والله حاجه ببلاش اليومين دول. والله يعني اساسا الناس مش عارفه. طب هو لسه ما حدش عارف في العربيه شكلها ايه وانا خارج بالعربيه مش مصدقها ايه رايح فين. فبقول لها رايح رمسيس وببلاش، افتكرتني بعكسها بس هي رجبت بتاعي. طب هو شغالين من النهارده. طب هو في عربيات فعلا تويوتا راحت راحت الترجمان؟ ايوه تويوتا السرفيز شغالين هناك. لا السرفيز مش تبعنا. الميكروباص العادي مش تبعنا، هو له موقف في الترجمان ولكن هو بيقف في الجلاء ورمسيس عادي جدا. ان هم قالوا المفروض ان السيد المحافظ قال ان العربيات هتنزل هيلغي هو السرفيز ويخش الموقف. العربيات تبع محافظه القاهره تخش الموقف نفسه. تشغيل نقل عام مفيش تحت اداره جراج التحرير. يلا وحش. العربيه دي اصلا خدمه جراج التحرير. حاضر. السيد المحافظ امر ب4 عربيات تسهيلا على معاناه المواطنين تخش من جراج هنا لغايه ارض الترجمان مجانا. مجانا. تذكرتين يا حبيبي. هنزل عندي يا باشا مش هتغلوه. جراج التحرير بصفة عامة حضرتك فكرة رائعة جدا، وبعدين كون ان قدموا خدمة انتقال من عند الجراج لغاية وسط البلد او لأي جهة. طبعا موضوع جراج الترجمان ده مهم لانه يعتبر هناك في موقف اتوبيسات وفي انتقال خارج مصر، ده شيء كويس جدا خارج القاهرة يعني.